اي بابا هاي الكرة روح بس لا تبتعد. لا تعتبر إدارة الوقاية من الجريمة من أبرز الإدارات في وزارة الداخلية، حيث تبلور دورها في نشر التوعية الأمنية في أوساط المجتمع. إدارة الوقاية من الجريمة توعي الناس عن دورهم في المحافظة على المجتمع، دورهم في خفض الجريمة. فعندنا مؤسسات تعليمية ومؤسسات الدينية والأسرة نفسها، وكل فرد في المجتمع لازم يعرف شنو هو دوره وشنو ممكن تكون مساهمته في بناء المجتمع والحفاظ على بيئة آمنة. مدير إدارة الوقاية من الجريمة علي أميني أكد بأن العمل على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية مستمر على مدار العام. تربية الأسرة للطفل هو اللي يعكس دوره في المجتمع، هو اللي يعكس وعيه، هو اللي يعكس هو من في المجتمع، هل هو جزء فعال مساهم في بناء المجتمع أو جزء يهدم المجتمع. من هذا المنطلق حرصت وزارة الداخلية على فتح قنوات الاتصال مع جميع فئات وأطياف المجتمع، وهذا يدل على ثقة الناس بأفراد الشرطة ومساهمتهم في بناء المجتمع. أهداف إدارة الوقاية من الجريمة تتمحور حول الحفاظ على الأمن العام إلى جانب الحد من ارتكاب الجريمة وتعزيز الشراكة المجتمعية وإعداد دراسات للظواهر السلبية ومكافحتها ووضع الخطط للوقاية منها.